ومن آثار الذنوب والمعاصي الخطيرة القبيحة الوخيمة أنها تذهب بركة العمر وتقصره، إن أنها تذهب بركة العمر وتجعله قصيرا، وهذا لا بد منه، فإن العبد لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن هذه اللحظات التي قطعها، وعن هذه الأوقات التي بما عمره فيها. فإن كان قد عمرها بالطاعة فأهلا وسهلا، وإن لم يكن قد عمرها بالطاعة فإن عمره في الحقيقة قد ذهب ضياعا وهباء منثورا. ولذلك يقول السلف رحمهم الله: يا ابن آدم ليس لك من أيامك وعمرك إلا ما أطعت الله فيه. لأن العبد يقطع عمره في ثلاثة أشياء لا رابع لها: إما طاعة وإما معصية، وإما يقطعه في مباح لا طاعة ولا معصية، ولا يكتب له في ميزانه إلا ما عمره بالطاعة. فانظر إلى أوقات الطاعة في يومك، أهي أكثر من أيام مباحات، أهي أكثر من أوقات مباحاتك، أهي أكثر من أيام أو أهي أكثر من أوقات معصيتك؟ الجواب: إن بعض الناس والعياذ بالله قد يجلس على المعصية الساعات تلو الساعات ولا يستطيع أن يسجل في يومه من الطاعة إلا بضع دقائق. فهل هذا فعلا استغل عمره؟ هل هذا فعلا استفاد من هذه اللحظات وتلك الأمانة التي أمنه الله جل وعلا عليها؟ الجواب: لا. فما السبب في ضياع بركة العمر؟ إنما هي الذنوب والمعاصي. ولذلك إن من الناس من ينتج إنتاجا من عمره 1000 سنة، في سنوات قليلة ينتج إنتاجا عظيما، في سنيات قليلة يبارك الله في حياته، ويبارك الله في أوقاته، ويبارك الله في أعماله، ويبارك الله في أمواله، حتى يستجمع في هذا العمر اليسير من الخيرات والثواب والفضائل والأجور ما لا يستجمعه من لو عمر عمرا نوح 900 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا ليست القضية قضية طول الأعمار، فرب رجل قد عمر 80 سنة أو 100 سنة أو أقل أو أكثر، ولكن لم يحسب له في ميزانه إلا أنه عمر 2 سنين فقط. لماذا؟ لأن حقيقة عمرك هو الوقت الذي تستفرغه في تستغله في طاعة الله. وأما المعاصي فإنها تمحق بركة عمرك وتجعله قصيرا والعياذ بالله. فإذا يجب على العبد أن يعلم أنه لا حياة لقلبه ولا حقيقة لعمره إلا في الأوقات التي أقبل قلبه فيها على الله، وتنعم بحبه، وتنعم بالأنس بذكره وإيثار مرضاته جل وعلا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.